الاسئله ديال ان اي حراك طلابي نبقاو نقولوا راه العدل والاحسان النهج هذه كتبان لي هذه قضيه متجاوزه، انه دابا هذا الاتهام غير مبني لا على غير مبني زعما على حتى شي حاجه، لا ادله واضحه لا حتى شي حاجه، زعما هذا الشيء متجاوز. قضيتنا قضيه طلابيه واكاديميه بحته، وحنا فاش كيناقشوا معنا المطالب راه اون نيغوسي لو تكنيك، دونك حنا كناقشوا اون ديسكوت لو تكنيك، كناقشوا كل ما هو تقني كل ما هو عنده علاقه بالقرايه ديالنا، ما عمرنا زعما همنا لا هاد الجهه لا هاد الجهه، دونك حنايا مع اغلبيه ديال الطلبه ما عارفين شنو هما هاد الفصائل. اليوم في هذا الانزال الوطني كيخص الطلبه ديال الطب والصيدله، فاللي خص زعما الراي العام يعرفوا حتى الجهات المسؤوله باش يكونوا متاكدين باللي ان هاد الطلبه هادو نقدر ناسيري لك باللي 90% منهم ما كيعرفوش اصلا شكون هما هاد الفصائل هادو، او حتى الاحزاب السياسيه ما كيعرفوهمش. بحال دابا كنت تمشي دابا تسول الطلبه تقول لهم شكون هو الحزب اللي كينتمي ليه السيد الوزير الفلان فلاني مثلا، راه يقدر ما يجاوبكش، فين عاد يعرفوا فصائل اللي بعيد على هاد الشيء كاع. طلبه ديال الطب ماشي مسياسين، طلبه ديال الطب ما تابعين حتى شي فصيل. اللجنه الوطنيه كمبادئ ديالها هي انها حره ابيه مناضله ومستقله، واكد على كلمه مستقله ما كتنتمي حتى شي حاجه، فهو نضال طلابي كيف ما باقي الحركه الطلابيه كينضلوا على الحق ديالهم وكيجيو وكيمشيو في حالاتهم بطريقه سلميه. هو المصطلح ديال التسجيل ديال القضيه ديالنا صراحه سمعنا به حتى هاد الاونه الاخيره، حتى كنتفاجئوا ان الناس يقومون باتهامنا تسييس القضيه ديالنا. حنا راه المحرك والدافع الوحيد والاوحد لهذا الحراك ديالنا وهذا الاضراب ديالنا اللي بدا منذ دجنبر الماضي هو جوده التكوين ديالنا. ما كنظنش شي حد غادي يجيب بك يقول لك نوض دوي على جوده التكوين ديالك، هذا هو الدافع الوحيد اللي عندنا. ما عندنا لا خلفيات سياسيه لا انتماءات سياسيه ولا غير ذلك. حنا طلبه نهار شافوا التكوين ديالهم غادي متضرر، كيشوفوا الفورماسيون ديالهم غدا الهاويه ويتم المساس بالكرامه ديالهم وبالجوده التكوين ديالهم نوض دواو. هادشي اللي كاين فيما يخص زعما التسييس ديال هذا الملف هذا فهو زعما بالشيء المضحك. فإذا سولنا اي واحد من هاد الطلبه هادو، نجيبوا اي واحد من هاد الطلبه هادو وقلنا له واش كتعرفهم شنو هما العدل والاحسان، غادي يقول لك لا. هاد الفيصل اللي حنا من لا بلوبار ديال ليزيتيديون هنا ما كيعرفوهوش كاع. بزاف ديال الناس كيهضروا على ان هاد الطلبه مسيسين وكاين ايادي خفيه اللي كتحركهم. انا ديما كنبغي نجاوب على هاد السؤال هذا بسؤال اخر. فإذا سولنا على الايادي الخفيه اللي كتحرك هالطلبه، راه خصنا نسولوا على الايادي الخفيه اللي مخليه مسؤول فاشل لمده 8 شهور باقي في المنصب ديالو، فشل ذريع لمده 8 شهور وباقي في المنصب ديالو. هنا في خصنا نسولوا على الايادي الخفيه اللي باقيه كتحمي هذا الوزير هذا وما باغياش انها تدير له الاقاله.